يصير عندي جلايوسيس. إذا تذكرون بالروماتولوجي قلنا أكو فد أوتو أميون ديزيز كثيرة مثلا روماتويد أرثرايتس زين اس ال اي زين سكليروديرما كلهم هذولا يدخلون بمظلة واحدة اللي هي أوتو أميون ديزيز ومن ضمنهم راح يدخل مالتيبل سكليروسيس فمالتيبل سكليروسيس مرات يجيك بوحده أو يجيك مع أذر أوتو أميون ديزيز. يتميز مالتيبل سكليروسيس إنه بي أول شيء يصير انفلاميشن. هذا الانفلاميشن إيش راح يصير بالمايلين؟ راح تتدمر المايلين دي مايلينيشن. بعدين تنتهي المايلين ما طيب إنه ترجع ري مايلينيشن تنتهي بإيش؟ جلايوسيس and نيرونال لوس. من ننجرح نحن إيدينا أو رجلنا وكل البادي من ينجرح سواء الهارت لأي تشو من البادي يطيب بالفايبروسيس. بالدماغ ما يطيب فايبروسيس اكو شيء اسمه جلايل سيل اللي هي مسؤولة عن الريبير واللي راح تسوي لي ايش جلايوسيس اوكي and نيرونال لوس. Lesion of multiple sclerosis typically occur at different time and different CNS location. ولهذا يسمونه multiple sclerosis. يعني كل بين فترة يضرب له مكان وكل مكان تختلف عن المكان السابقة. تقريبا 5 مليون individual worldwide بهم multiple sclerosis. Manifestation of multiple sclerosis vary from a benign illness to rapid evolving and incapacitated disease require profound lifestyle adjustment. اكو مرضى يعني مثلا عندي مريضة بالمستشفى زي موظفة يمكن صار لها سنة كاملة او اكثر من سنة هي اتاك وحدة زين وما ما ما صار غير اتاك زين اي بس ال يعني واكو مريضة خلال سنة يصير عنده اكثر من خلال سنة يصير عنده اكثر من اتاك. زين فمريضة يصير اكثر من اتاك وتصل مرحلة البدردن and wheelchair. زين epidemiology and causes. MS is approximately threefold more common in women than in men. إذن multiple sclerosis is approximately أكثر من ثلاث أضعاف الانسيدنس مالتا صير بالwomen than men. The age of onset is typically between 20 إلى 40 سنة ولهذا تشوفون الدنيا مخروصة بالmultiple sclerosis. ليش؟ لأن يبدي باليونج ايج. Geographically the highest known prevalence of MS راح يكون بالساوث in north of Scotland. In other temperate zone area مثل northern north America northern European and southern Australia and south New Zealand. The prevalence of MS is about عالميا هي 0.1 إلى 0.2%. One proposed explanation for a latitude effect on MS يعني يقولون مكانات العالية لهضبات التلال زين تشوفونها المكانات العالية يزيد الانسيدنس مثلا نحن عندنا بالشمال ازيد من الجنوب شافوا انه هو is that there's a protective effect of sun exposure شافوا له علاقة بيش sun exposure والفيتامين دي deficiency. Study have confirmed that the vitamin D deficiency is associated with an increase in MS risk and pre-melanoma data also suggest that ongoing deficiency may increase the relapse rate in established case. يعني هو يزيد الريسك مال 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 المرض نفسه وبنفس الوقت اللي عنده مرض هو يزيد الريسك مال ايش؟ مال ريلابس. Epidemiology and causes. The causes of multiple sclerosis is unknown. However, it is believed to occur as a result of some combination of genetic and environmental factors such as infectious agent. إذا شافوا إنه هو يصير وين؟
a result of combination genetic زائدا environmental. Any microbe have been proposed as trigger of MS, but none have been confirmed. يعني لو أي شيء تقول viral, bacterial, بس ماكو واحد منهم اللي هو confirmed. Okay. Moving at early age. هاي يعني هاي نقطة مهمة حتى تشوفون إنه الانفايرومنتال اللي هو دخل. يعني يقول لك مريض مثلا انتقل من منطقة زين من منطقة إلى منطقة أخرى زين alter the person subsequent risk of MS. يعني أنا أقول لكم الـ young age أو early age يحد العشر سنين. إذا أنا مثلا ساكن بالبصرة والبصرة مثلا incidence ماله كلش قليل وانتقلت أعيش بالشمال زين أعيش بالأربيل زين أنا راح أخذ الانسيدنس مع الأربيل. يعني اللي كان بالبصرة مثلا 1% أصير بالأربيل مثلا 5% راح يصير عندي ريسك زيد عندي. أوكي بينما بالعكس لو أنا بين أنا أربيل ساكن ورحت للبصرة راح أخذ الانسيدنس القليلة مع البصرة زين. Smoking has been shown to be an independent risk factor for atherosclerosis. أهم شيء بال risk factor اللي هو stress. May be a risk factor although the evidence to support this is weak. بس نحن نشوف أكثر شيء هي stress. زين حتى من يصير relapse يصير بالأوقات stress. زين مالتي سكلروسيس هذا التقسيم قديم بس نحن مبقين عليه حتى انتم تفهمونه. مالتي سكلروسيس تايبس اللي هو ريلابسنج ريميتنج مالتي سكلروسيس اللي هذا اللي يتموج يصعد يصير مريض اسبوعين ثلاثه يرجع يطيب يرجع تقريبا نيرلي نورمال بعدين يرجع يتمرض مرت اللخ زين يرجع مرت اللخ يطيب زين. او برايمري بروجريسيف ام اس اللي هو بس انه بالنازل حالته يبدي كل شيء ما بي وشوية شوية تنزل حالته بدون أي ريلابس. أو سكندري بروجريسيف اللي هو إيش هو بالنزول وكل شوية تجي له أتاك زين تكون قوية وترجع هم مثل النورمال. أو بروجريسيف ريلابسينج اللي هو نفس الأول واحد بس مع الوقت يبدي يترك أثر زين. نجي على الريلابسنج ريميتنج ام اس اللي هو اغلبيه المرضى عندهم ريلابسنج ريميتنج ام اس. It occur more than 85% of the cases then characterized by discrete attack that generally involve over day to week that generally evolve or resolve over day to week rarely over hour. Then there is often complete recovery over ensuring week to month. Approximately half will fail to improve. Between the attack, patient are neurologically stable. يعني ترجمته لهذا السلايد انه هو يصير عنده attack. اي الاتاك اما تكون acute او subacute. الacute يعني من لحد ال 14 day والsubacute لحد ال 1 month. تبدي يزيد شوية شوية يصير مثلا عنده راي سايد دوكنس يبدي بيوم شوية ثقيلة بعد يومين ثلاثة تثقل أزيد بعد أسبوع يصير فد مرة ثقيلة وتبقى ثقيلة لنهاية الشهر بعدين شوي شوي تبدي صح صح يدو. إذا هذا progressively evolved وبعدين progressively recovered. أوكي ويرجع تقريبا إيده تقريبا nearly normal هذه فهذا يسمونه relapsing remitting. يعني يصعد قوس ويرجع ينزل على نفس الخط بدون ما يصير بي deterioration. اوكي محطين زين. There is often complete recovery قلنا over the ensuring week to month. اي primary progressive MS account for about 15% of the cases. These patients do not experience attack but only steady function decline from
ديزيز اونست، يعني هذول ايش يصير عندهم؟ تشوفوا بالنازل شويه شويه تنزل حالته، يعني انا بديت ايدي مثلا رايت سايدد ويكنس شويه شويه الى ان تثقل تنتهي، بس هاي خلال سنه يجوز، بس ما عندي ريال اتاك انه فد مره نمت قعدت فد مره ايدي ثقيله وبعدين تحسنت. Compared to relapsing remitting MS, the sex distribution هناك كان female more، هنا راح يكون even متساوين. The disease began later in life، هناك قلنا من 20 ل 40، هنا فوق ال 40. And disability developed fast، على السريع يصير عنده disability. Then secondary progressive MS they always begin as relapsing remitting MS. At some point, however, the clinical course changed so that the patient experienced a steady deterioration in function and associated with acute attack. يعني هو ينزل يصير relapsing, remitting, بس مع الوقت مثلا أنا كان إيدي grade 4, 5, بعدين يصير grade 4, بعدين grade 3, بينما وهذه مع الوقت يعني. إذا بالنازل خوش؟ إيه. بس نطلع الدايجرام راح تفهموا احسن. زين progressive relapsing MS هذا يصير عنده progressive MS نازل وعلى غفله تجي له اتاك، زين يدهوره بعدين يرجع، بس ما يرجع مثل الريلابس مثل الطبيعي. اوكي like patient with primary progressive MS this patient experience a steady deterioration in their condition from the disease onset. However like secondary progressive MS patient they experience occasionally attack superimposed upon their progressive course. هذا diagram نجي على منه relapsing remitting multiple sclerosis. يرجع اذا تلاحظون شوفوا معايا طلاب معايا okay. اذا تشوفون diagram زين انتم من المؤشر يعني هي. شوفوا يصير الاتاك يصعد يصير الاتاك الويكنس بعدين يرجع ينزل، بس يرجع ينزل نيرلي نورمال مع ثاني اتاك يصعد يرجع ينزل يعني نيرلي نورمال زين، بس الا ما يترك اثر مع الوقت ايش راح يصير عندي؟ زين بروجريسيف او سكندري بروجريسيف ام اس زين راح يصير ايش عندي مع الوقت؟ راح يصير عنده ديتيريوريشن، بينما البرايمري بروجريسيف بالنازل حالته ايش قد يمشي ايش قد هو ايش ديتيريوريشن احنا نمشي. اوكي بينما البروجريسيف ريلابسنج مالتيبل سكلروسس ستيدي ديكلاين، يعني انت هذا هو صاعد بس على غفله تجي له اتاك صعده تنهي وترجع يرجع للي ما نقول ابر نورمال حتى نقول ما يرجع للنورمال بس يرجع همينه تمشي لحالته. إذا خلال الديتيريوريشن مالته الأتاك تمشي معه تجي له هو بالنازل حالته كل كم يوم يصير أسوأ، يقول لك بعدين تجيني حالات فد مرة تدهور حالتي بعدين تستعدل. زين يعني اللي صار عنده كورونا منكم الطلاب إذا يتذكر أول شيء كان مليز وتعبان وفتيق، بعدين تجي له كل شوي كل ساعتين أو أربع ساعات تجيله فيفر قوية تنهي وترجع يفك. زين وكل ما يريد يطيب يعني يصل اليوم الثامن والتاسع كل ما يريد يطيب يرجع ديتيريوريشن يقول يرجع على نقطة الصفر من جديد. زين فهذا ترتيب هاي يعني إذا تفهمون الدايجرام هو أحسن من الشرح. زين كلينيكال مانيفستيشن نحن ما طول نقول مالتيبل سكلروسس الكلينيكال مانيفستيشن راح يكون قد يكون سنسوري قد يكون موتور قد يكون فيجوال قد يكون سبينكتر قد يكون كوجنيتيف قد يكون اتاكسيا قد يكون دبل فيجن. زين فلما يجي ولهذا يسمونه مالتيبل سكلروسس يعني كل ماكو شيء انتاكت من هالحاله. تمام هذا بالنسبه للمالتيبل سكلروسس. فيجينا اني فيميل خذها نحن ناخذ القاعده والمالتيبل كول كومبلين يعني تقول لك ايدي والله نمنس بايدي اليمين بعدين عيني غوشت بعدين رجلي ثقلت، هذا من يصير مالتيبل كومبلين وانت ما تعرف انه هذا يعني يمشي على ايما نيرف او ايما سيستم انت راح بهالحاله ايش تعمل؟ زين تعمل تخلي بالك انه هو مالتيبل سكلروسس.
motor symptom. Motor symptom. The onset of MS may be abrupt or insidious. على غفلة تصير. Weakness of the upper limb may manifest as loss of strength. يقول لك ثقل بالثقلة أو heaviness. هذا المصطلح الheaviness يعني weakness. Okay. Exercise induced weakness is a characteristic symptom of MS. يعني من أريد من يقول لك أنا بس من أريد أتحرك أو ألعب رياضة أتعب فد مرة أحس نفسي فد مرة تعبان. فهذا كلش مهم. Weakness is of the upper motor neuron type. زين كثير مرات نحن نتوهم وزين وحتى من نكتب زين حتى من هذه نقول الويكنس معنا is upper motor neuron lesion. مرات اكتب لكم انا امسك يو اجيب لكم ان ام اس بيشنت ويكنس از الويكنس ان ام اس بيشنت الويكنس معنا هو lower motor neuron lesion صح لو غلط؟ ها طلاب مصطفى upper motor afia. More than 30% of MS patients have moderate to severe spasticity, especially in the leg. يعني يزيد من 30% من patient with MS have moderate to severe spasticity, especially بالleg. يعني يجون قد يكون هو واحدة من أكثر كيسات اللي يمتحنون عليها البورد الجماعة الباطنية يجيب لهم spastic paraparesis. فهو 30% تقريبا من patient عندهم spastic paraparesis. زين. Sensory symptoms are varied and include both paresthesia. يعني sensory symptoms اللي هي راح تكون عندنا tingling أو pricking sensation, formication, pain and needle, then painful burning, then and hypesthesia, reduced sensation, numbness and dead feeling. هذا أو unpleasant sensation يعني مو شرط إنه هذول الفوق يعني feeling that the body part are swelling يقول لك أنا أحس إيدي أو رجلي منفوخة أو رطبة أو ناشفة زين أو tightly wrapped كأنما ملفوفة مضبوبة زين are also common. إذن هذه كل sensory presentation كل واحدة منهم تقدر تقول إنه هي هي انه هي شو اسمه يعني يقدر كل واحده منهم يعني قد يكون هي البرزنتيشن مع المريض. Sensory impairment of the trunk and leg below horizontal line then on torso as sensory level. يعني يقول لك هذه من يجيك مريض يقول لك انا من صدري ونازل ما عاد احس هذا نعتبره sensory level. Indicate that the spinal cord is the origin of sensory disturbance. Then pain, a common symptom of MS. يعني هذا النقطة المهمة همينة. يعني ما بس يجينا spasticity يجينا هم pain اللي هم أغلبهم تقريبا 50%. Then can occur anywhere in the body and can change location over the time. فكثير من المرضى يجون البين هو اللي مأذيهم يقول لك ما عاد اطيق انام جسمي كله يوجعني او جزء من جسمي يوجع. زين الفيجوال سيمتوم الفيجوال سيمتوم اهم نقطه بالفيجوال سيمتوم اللي هو اوبتيكال نيورايتس الاوبتيكال نيورايتس بريزنتد از ديمينش فيجوال اكتيفيتي ديمنس اوف ذا لايت اور ديكريز كلر بيرسبشن. اما يجينا المريض يقول لك والله انا غوشت عيني ما عاد اشوف بس لبعض او ظلمت عينه او decrease color perception. عادة الاوبتيك نيرف عادة يكون sensitive to red زين color bright red color. okay. visual symptoms are generally monocular but maybe biocular. زين عادة اللي يجينا عنده blurred vision وهاي يكون جنياي monoocular but maybe bilateral. اي 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 زين periorbital pain aggravated by eye movement often precede or accompany the visual loss. إذن
ما بس يجيني ما بس يجيني بلارد فيجن، يجيني مو يعني راح يكون اشنو يعني، يقول لك حجرة عيني عتوجعني، نفس الوقت من يحرك عينه يمين يسار همينه توجعه. often proceed اما تسبق الفيجوال امبيرمنت او ايش او تكون مرافقه له. هذا يفرقنا عن الاسكيميك اوبتيك نيوروباثي اللي يصير عندنا بالاولد ايج، اللي هذاك يكون عاده painless اوبتيك نيوروباثي. pallor of the disc بعد فتره، نحن بالبدايه يكون الديسك congested زين redness، بعد فتره الديسك شو راح يكون pale، ايش صار بي demyelination زين واسكيميا. pallor of the disc اللي هو يسمونه اوبتيك اتروفي commonly follow optic neuritis. Diplopia may result from internuclear ophthalmoplegia. زين اكو مصطلح الاخ جديد عليكم اللي هو ايش؟ internuclear ophthalmoplegia اللي هو INO. زين هذا يصير عندي lesion من يصير عندي from palsy of the sixth cranial nerve rarely. هو يصير عندنا العفو من هذا الليجن من يكون عندي الملف اللي هو الملف الميديال longitudinal fasciculation fasciculus MLF MLF medial longitudinal fasciculus. هذا اللي راح يربط لي بين جهة من جهة الثيرد نيرف ومن جهة الثانية السيكس نيرف. فإذا انضرب ما يخاف طيب ايه ما يخاف دقيقة بس اطلع شغلة ارجل طارية على مود التقييم مالك الدكتور ايه اللي ايش اسمه سجناظر ها ايه صحيح ايه. مشكلة انه انا خلال شهر اهتادي بتقيم على شهر 6 شهر راح تكون تقييمي قليل لازم 6 شهر ايه 6 شهر 6 شهر هذه يعني اذا ما فيها 31 انا اشتري 6 شهر للعمر ما انت صار تمديد ما جانا تمديد ايش بتقول انا راح اتقيم انا المنتسبين يتقيمون عندي عندك هي منتسبه ولا تدريسيه هي تدريسيه ما يخاف ما انت هو عنده 6 شهور اذا تحبين تتقيمين وانت وجانا كتاب انه لازم يعني نقيمهم اللي ما قيمته يعني راح يتقيم لا ما يصير غبن هو هاي 6 اشهر كافيه للتقييم مالتك اذا ما تريدين تتقيمين سوي لي موضوع يعني هاي 6 اشهر اصلا صار فيها كوفيد يعني تقريبا 4 اشهر قبل 6 اشهر انا خارج العراق يعني 9 اشهر من انا السنه دراسيه انا هم يريدون 6 اشهر متواصله اي فانت اذا تتقيمين يعني هو صور الرجال يعني قال ما قيمه زين اي فانت اذا على هذا الكتاب الجديد تريدين تقيمين على مودك انت يعني من يكتب ما يقيم احسن لك من ما تاخذين لك درجه مكسوره واحسن لك من ما يخلى صفر. هو انا راح اثر على درجتي دكتور اي ما تعرف احنا تقريبا في بدايه الكوفيد ما كان اكو اي انتاج يعني تقريبا 3 4 اشهر وانا 5 6 اشهر يعني ما موجوده اصلا. اي صح تقريبا من التقييم هذه 9 اشهر 10 اشهر انا ما فيها اي هذه. فإذا ما أقيم يمكن أحسن مما أدخل درجة نفسي. إي طبعاً. بس هو راح يخلي ليش لا يقيم؟ كتب ليش لا يقيم؟ لا خلي يسألي من ذاك النسبة الطعامية وشرحت له هذا الحكي اللي أنا أحكي له. فقال يسألي جماعة طبعاً. لا إذا عندك 6 أشهر نحن ما يصير لازم تقيمي. 6 أشهر ونضيف لها 3 أشهر ما لا ما يضيف بس أنت خليه 6 أشهر متواصلة. لا هي عندنا 6 اشهر الا يومين ما جانا هاي المدة اي صارت 6 اشهر والله انا اقول انت ما راح يخلوني صفر انت تقيمين المفروض تقيم تقيمين انت بعدين يصير في صفر وبعدين تكسرين بعد ازيد روحي قدمي استماره وقيمي ما مش نحن ما عندنا مشكله متى ما تجين بس يعني على وقت يعني هو جانا كتاب من وقت فحتى نرفعه من وقت زين ما يخالف ان شاء الله يلا احلى محمد شغل خاص مثلا لا 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 هلا احلى محمد اي طلع معايا ايه اسف على الانتربشن زين الدبلوبيا قلنا اما تكون من الانترنيوكلير اوبثالموبليجيا زين او من البالسي اوف ذا سكس كرينيال نيرف او الثيرد او الفورث حسب الكرينيال نيرف اللي ينضرب
عادة المسقم اللي هو السكس نيرف، بس نحن شايفين الثيرد وشايفين الفورث وشايفين الانترنيوكلير، وعادة الانترنيوكلير أو ثالموبليجيا يكون بالمالتيبل سكلروسيس يكون بايلاترال. في المريض يقولون يعني يشوف كأنما مان انفولد، يعني ايش يكون الاي لا تحرك يسار ابد ما تطلع للخارج زين، فكانما هو بس يدحق عدل. اوكي زين، نذكركم كيس حتى شويه تدخلون بالموضوع اكثر. زين نروح بالكي بوينت قبل لا نفوت على الكيس، اللي يقول لك الاكيوت نيو اوبتيك نيورايتس تيبيكالي بريزنتد اس سب اكيوت بينفول مونو اوكيولار لوس اوف فيجن either in isolation or as manifestation of multiple sclerosis. يعني قد يكون كثير يجينا مرضى هو بداية البرزنتيشن مالتهم اوبتيك نيورايتس فيسمونه clinically isolated syndrome، عرفتم CIS. او قد يجينا مثلا مريض هو كل شيء incidentally راح سوى رنين الشغلة ما له علاقة، مثلا راسه يوجع وهاي وتجينا نقاط مع الام اس يسميه radiologically isolated syndrome. زين نجي على الكيس معنا. A 28 years old woman with history of asthma presented to neurologist 2 days after the onset of right eye blurred vision. اوكي يعني عمره 28 جتني على مود عينه اليمين بها غواش يسموه او ضباب. She is initially awaking with a perception of a film over her right eye. زين تحس انه احساس غريب زين بعينه. And describe the vision as slightly grayed out or blurred. As if looking through a smudged sunglass lens. يعني واحد كأنما واحد يضحك على ايش؟ من هاي الواحد لابس له من هاي النظارات العريضة. Her left eye vision was normal. إذا عندنا بس right eye. Over the course of that morning, her vision worsened. بعد صار أزيد أتعس للظهر. By the afternoon, she is noticed a distinct pain behind or lateral to the right eye. شافت أكو فد وجع قامت تبدي وترجع خلف أو إيش زين خلال حركة العين. The following morning, اليوم الثاني, her vision acuity in the right eye was limited to counting finger. يعني حتى الفيجوال اكيوتي راحت انضربت. With large central blind spot. زين؟ With large central blind spot راح يصير ليش؟ يعني صار عندي ايش؟ optic neuritis والتهاب الاوبتيك فراح تكبر البقع العمياء. The pain was more intense. She is visited her optometrist. جماعة النظارات يعني ما طبيب. No acknowledge to serve a deficit. شاف انه اكو فد مشكلة بالفيجوال اكوتي. But found normal intraocular pressure and normal fundoscopic examination. The optometrist refer the patient to the neurologist. On examination, visual acuity was normal. Was finger counting. Then only in the right eye. And 20/25 in the left eye. With right relative afferent pupillary defect. إيش معنى أنت right afferent pupillary defect؟ شوية هذا post graduate، هذا معناته ايش؟ من نخلي التورش مالنا على العين المفروض يصير عندي constricted بالبيوبل، هنا يصير بالبداية مثل يسموها مركز gun pupil ينفتح قوي البيوبل dilated وبعدين يصير بي constricted. هذا معناته عندك مشكلة بالاوبتيك نير. Fundoscopic examination was unremarkable، ما بيشي. The treating then physician designed the patient with optic neuritis and arranged for treatment with intravenous methylprednisolone for 3 days and imaging with an MRI, that's an MRI of the brain with and without contrast
Okay. Comment. This case describe a classic presentation of acute. ليش قلنا retro bulbar optic neuritis؟ ليش مع bulbar optic neuritis؟ طلاب. لأن يعني كان عندنا بالفاندوسكوبيك examination. لأن كان عندنا بالفاندوسكوبيك examination أوكي كان normal disc ما معناته ما بعد الأوبتيك أوبتيك disc زين جوا بالأوبتيك نيرف ريترو بالبري كان صار به inflammation. نعبر الكيس زين قد يجينا البيشنت بريزنتد وذ اتاكسيا يوجوالي مانيفستد از سيربيلار تريمر اتاكسيا مي اولسو انفولف ذا هيد اند ذا ترانك اور ذا فويس يعني حتى اكو واحد يقول لك حتى عندي رشفه بالصوت producing a characteristic cerebellar dysarthria اللي هي شنو scanning speech bladder dysfunction is present in more than 90% of MS patient and in a third of the patient dysfunction results in a weekly or more frequent episode of incontinence. دائما احنا نشوف البلادر dysfunction زين اكثر من 90% من البيشنت with MS عنده بلادر dysfunction زين. Cognitive dysfunction مع الوقت راح يصير patient memory impairment, impaired attention, difficulty in executive function, memory and problem solving. Slow information process شوف تقوله دماغك صاير بطيء and problem shifting between cognitive tasks يعني انت تفكر بشغله وتتعملها وتراسا تجيك شغله ثانيه فزحمه انه تعوف الاولى من ايدك وتعبر على الثانيه كل هاي شغلات من ما ينام زين من جسمه يوجعه من الادرار مالته يروح على يعني لو كان هو مدرس مثلا كل شويه يروح على التواليت زحمه قدام الطلاب زين كل هاي ايش راح يسوي المريض؟ راح تخليه بالدبريشن. سوي له اكسبيرينس ان مور ذان نص البيشنت عندهم دبريشن. فاتيك از اكسبيرينس باي 90% اوف ذا بيشنت يعني تشوف 24 ساعه تعبان. موست كومنلي ريزن فور ورك ريليتد ديسابيلتي ان ام اس يعني اكثر شيء هو راح يسوي لنا تعب بالشغل شوفوا 24 ساعه تعبان بالشغل سببها هذا ديبريشن راح واحد زين البادي ايك ما يخليه ينام زين تعب النوم اي زين زين في حد هنا اكو سؤال طلاب ليش عادي عادي. صوت. ما اعرف. اكو سؤال واضحة. أنا كلش بطيء بيها، حتى أنتم تفهموها. زين؟ إيه. الدايجنوسيس there is no definite diagnosis for test diagnostic test for MS يعني من يجيك مثل الشقيقه المرضى يقول لك الشقيقه شلون نشخصها؟ زين تقول له تشخصها من الكرايتيريا مالته نفس الشيء الام اس نفس الشيء روماتويد ارثرايتس اذا diagnostic criteria for clinically definite FMS require documentation طبعا حتى تخلوها ببالكم هاي سجلوها سجلوا هاي الوصف حتى تفهمون شلون نشخص ام اس حتى نقول ديفينيت ام اس زين هاي تكتبوها بيدكم ورقه وقلم احسن من ما هاي او اذا مسجله هاي حتى نقول ديفينيت ام اس شلون يجينا واحد ديفينيت ام اس هذا راسا نقول هذا ام اس هذا يجينا مثلا عنده رايت اي مثل هاي المريضه اوبتيك نيورايتس هسه هالشهر صارت زين وعنده قبل فتره زين وقبل فتره يعني قبل ست شهور كان عنده رايت سايد ويكنس اذا هاي صار لي تو اتاك تمام هذه تو اتاك زين
بالمقابل زين هذول مختلفين بالوقت. بالمقابل نسوي نيجي نفحص تشيك الديسك ماله راح يكون بيل، هذا مال الاوبتيك ايش اوبتيك نيورايتس. زين تفحص ايده تشوف ايده ويكنس مع هايبر ريفلكسيا اذا او معها سباستيسيتي، اذا هذه ايشني هذا فعلا هذا هاي الاثر القديم ماشي مع هذا الاثر اللي عندي ماشي مع الشالت صارت قديمه، اذا معناته هاي dissemination بالتايم اند ذا بليس، هذا نعتبره ام اس حتى اذا ما سوينا ايميجنج هذا ام اس، بس نسوي ايميجنج حتى كونفيرم ذا دايجنوستس. اوكي هذا واحد. الشغله الثانيه بروبابل ام اس، يعني هذا نتوقع انه هو ام اس بس ما عندي جماعه الكرايتيريا اللي هي شنو. مثلا هذا كان صار عنده اوبتيك نيورايتس، لا تمام بس اوبتيك نيورايتس، تجي تساله قديما يقول لك والله يعني مع ثقلتي دي ما متاكد بيها، تفحص ايده نورمال زين، ترجع تسوي له ايميجنج، هنا راح نريد ديسيمينيشن بالايش بالبليس، نسوي ايميجنج شوف اكو فد مالتيبل ليجن، واحد من هذول الليجن يكون له علاقه بالايد يعني مكان الايد زين كنترول ايد، فهذا راح يكون ديسيمينيشن اي وين ان سبيس، يعني انت نفس الليجن مالتنا اللي عندي زين ومالق يعني نفس الاوبتيك نيورايتس والهاند ويكنس زين راح نشوفها تيبيكالي انه الليجن فعال بالبرين زين راح يكون بالمكانات اللي تمثل هاي 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 النقاط. اوكي سيمتوم عاده حتى نقول ريلابس او اكيوت ابيسود لازم تكون مور ذان 24 اور، عرفنا حتى هاي and occur as distinct episodes that are separated by a month or more. حتى نفرق بين relapse و relapse لازم نفرق بيناتهم ايش قد، لازم شهر كامل، وحتى نفرق من ال relapse من ال TIA لازم يكون more than 24 hour. واضح؟ اذا انا لازم التايمينج مالتنا مع ال relapse او الاتاك لازم يكون ازيد من ساعة. اوكي وزين والفرق بينه وبين القبله لازم يكون ازيد من شهر. زين الدايجنوستيك تيست حتى نحن ليه حد اوبتيك شان هاي مريضه عندها اوبتيك نيورايتس وما نعرف بعد التفاصيل، انا احتاج ايش؟ احتاج هل كان اثر قبل؟ اساله بالهيستوري ما تجاوبني تقول لي ما عندي كل شيء، افحصها بالاكزامينيشن ما الاقي كل شيء فقط الاوبتيك نيورايتس الاوبتيك اتروفي. زين فهنا راح احتاج انا ام ار اي، الام ار اي مالي لازم ابعثه ايش وذ كونتراست حتى نشوف اللي اكو بي اكتيف ليجن اور نوت. كاركترستيك اب نورماليتي ار فاوند ان مور ذان 95% اوف بيشنت اولذو مور ذان 90% اوف ذا ليجن فيجوالايز باي ام ار اي ار اسيمتوماتيك، يعني ما ياخذ صبغه يعني غير فعال. اوكي زين ليجن ار فريكوينتلي اورينتد، شلون نعرف هذا الليجن مالنا، هل نعرف شلون نعرف هذا ام اس من اللاكيونر انفاكشن؟ طبعا من 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 المواصفات او الصفات مال الليجن، ليجن عاده يكون اورينتد بيرفنتيكولاري تو ذا بيربنديكولار تو ذا فنتريكل، يعني اذا تشوفون اتجاهه هذا يكون عمودي زين باتجاه البنتركل. اوكي ليجن السايز مالته لارجر ذان 6 ملم لوكيتد اكو مكانات خاصه اللي هي اما يجينا بالكوربس كالوزم اما يجينا جاكستا كورتيكال يعني تحت الكورتكس او يجينا بيريفنتيكولار او يجينا ايش بالبرين ستيم والبوستيرير فوسا سيربيلم يعني. قد ياتي بالسباينا كورد ار بارتيكولار هيلفول دايجنوستيكلي. زين ايفوك بوتنشال، ايفوك بوتنشال مرات ما يفيدنا ما نحصل بس بالرنين، نحتاج فيجوال ايفوك بوتنشال او ايفوك بوتنشال بصوره عامه. بوتنشال زين تيستينج اسيست فانكشن ان افرنت، قد يكون فيجوال قد يكون اوديتري سمعي
أو قد يكون سوماتيك سنسري أو قد يكون إفيرنت اللي هو موتور نيرف باثواي. فهذا الفحوصات مال الإيفوكت بوتنشال قد نروح على الفيجن نسميه فيجوال إيفوكت بوتنشال أو قد يروح على السنسري زين اللي هو سنسري إيفوكت بوتنشال أو سوماتيك سنسري إيفوكت بوتنشال أو قد يكون أوديتري evoked potential. هذا هاي هاي not confirm the diagnosis بس تساعدنا حتى نتقرب من الدياجنوسيس. abnormality in one or more evoked potential modality occur تقريبا in 80 إلى 90% of the MS patient. تمام. and CSF مرات نحتاج إيش CSF examination. مرات تبقى يعني مثلا جاء بس اوبتيك نيورايتس زين وما بي ما بي اي اعراض ولا ما راي ماله نورمال ذاك الوقت نحتاج ايش سي اس اف حتى كونفيرم ذا دايجنوست. سي اس اف نورماليتي فاوند ان ام اس انكلود مونو نيوكليير زين مونو نيوكليير زين cell pleocytosis أو قد يكون increase the level of IgG index or oligoclonal band زين يعني من يجي أنا أبعث CSF أقول لكم إيش تلاقون بال CSF مال patient with MS تقولوا لي mononuclear cell pleocytosis وأكو فد مادة اللي هي IgG index and oligoclonal band راح نشوفها زين. هذا الليجن قلنا شرحنا عليها بالMS شوفوا هذا typical زين هذا periventricular زين juxtacortical تحت الكورتكس زين corpus callosum مثل هاي الصورة اوكي زين او قد يكون spinal cord. شوفوا spinal cord بالMS ايش قداتي small lesion ما كبير peripheral ما central. شوفوا هنا peripheral وليس central اوكي هذا المؤشر فوق المؤشر بين المؤشر ما صورة وبين المؤشر مالتي هاي نقطة اوكي زين. another case scenario زين اللي هو 27 years old white woman was seen in consultant for recent right leg weakness that affect her walking يعني الويكنس مالتها هيأثر على الوالكينج مالها. She was accompanied to the clinic by her husband جايبة زوجة. She had seen her primary care provider several years previously. كانت هي تراجع خطية مركز الصحي والطبيب الأسرة مالتهم. حاليا صارت pregnant soon afterward and was lost to follow up. Her past medical history was otherwise normal. بس تستخدم توباكو. Her neurological examination revealed a mild right spastic monoparesis and slight decrease in vibratory and positional sensation. Given historical evidence of two clinical attack, من رجعنا سألناها عندش غير أعراض قديما كلين بلا كان عنده two attack and objective finding on examination وهذول الأتاك موجودين عندك hyperreflexia عندك plantar up باقي عنده أثر من ذيك الأتاك. A diagnosis of relapsing remitting was suspected. بعثنا الايميجنج ام ار اي مال برين سباينال كورد شفنا consist multiple lesion demyelinated lesion. The diagnosis of MS was made after screening for MS mimic was unremarkable. احنا من يجينا هيجي مريض وعنده هيجي نقاط
زين وتوقعنا انه ام اس ودزينا الام ار اي طلع هذا، لازم نبعث ايش كونكتيف تيشو سكرين حتى اكسكلود اذر اوتو اميون ديزيز مثلا روماتويد او اس ال اي فا او انتي فوسفوليبيد. فمن يجوني هذول نيجاتيف نخلي بالنا ديفينيت دايجنوستس اذا هنا ام اس. زين disorder that mimic MS. أشنو اللي ينطينا يشبه الMS؟ أول شيء acute disseminating encephalomyelitis اللي هو آدم، neuromyelitis optica هاي اثنين، antiphospholipid antibody syndrome ثلاثة، Behçet disease أربعة، neoplasm خمسة، sarcoidosis ستة، stroke and ischemic cerebrovascular disease هاي سبعة. كلهم هذولا يجون نفس الايمجينج ونفس البرزنتيشن. زين شنو اللي يفرق لنا؟ طبعا الكرايتيريا مع الايمجينج ما تفرق، بعدين عندنا هذه اوليغوكلونال باد بالسي اس اف هم راح تفرق لنا. زين التريتمنت اوف مالتيبل سكلروسس، في حد هنا اكو سؤال طلاب؟ واضح كمل. زين therapy for multiple sclerosis can be divided into several category اللي هي اول شيء treating of acute attack. نحن لازم نخلي بالنا الخطه معنا، اول شيء نحن قلنا باللي فحص مالتنا حتى نصل للدايجنوستس، بعدين بعثنا الشغلة الثانية بعثنا شنو؟ بعثنا على imaging. بعدين الشغلة الثالثة صار الدايجنوستس مالنا اوكي. رابعا رح نبدي ايش بالتريتمنت اوف مالتيبل سكلروس. Therapy for MS can be divided into several category. A treating of acute attack هاي واحد. A treating with disease modifying agent to reduce biological activity of MS. واخر شيء عندي symptomatic therapy. Steroids are used to manage either first attack or acute exacerbation. راح ينطونا short term clinical benefit by reducing the severity and shortening the duration of the attack. Glucocorticosteroid treatment is usually administered as intravenous methyl prednisolone اللي دوز مالتنا ناخذها من 500 الى 1000 for 3 الى 5 day. Prophylaxis to prevent the recurrence of steroid induced osteoporosis. Prophylaxis to prevent the occurrence of steroid induced osteoporosis. فلازم ننطي المريض ايش كالسيوم معها. الاسباستيسيتي شلون نعالجها؟ هاي سيمبتوماتيك تريتمنت. الاسباستيسيتي نعالجها بالفيزيوثيرابي. Baclofen usually oral, dantrolene local injection or local injection of botulism toxin. يعني مرات يجونا سباستيك، هذا اول تبع ضربت مريض كان عنده سباستيك من الستروك ضربناه بوتشيليوم توكسين حتى ايش نشل العضلات حتى شويه ترخى السباستي. زين اتاكسيا عندي كلونازيبام ننطيه لازم. ديستيزيا اكثر شيء يفيدنا هو التجريتول، كاربيمازبين، بعد ديجابا بنتين، فينيتوين، اميتريبتيلي. زين الفتيقة شلون راح نعالجه؟ الفتيقة راح نعالجه ننطي اما امانتيدين او مودافينيل او تريبتيزول بحد ذاته. يعني قلنا هو الفتيق قد يكون جزء من المرض نفسه او قد يكون سكندري للايش؟ للبين والدبريشن اللي يصير عنده. فالآمتريبتيلين راح يفيدوا هنا. زين
ديزيز موديفاينج ثيرابي فور ام اس. انا بس ذكرت لكم الكلاسات حتى تقروها. زين عاده بالريلابسنج ريليمينتنج هاي يشتغل اكثر من باقيه. من الكلاسات انترفيرون بيتا يسمونه انترفيرون بيتا 1A اللي هو افونكس او انترفيرون بيتا 1A ريبيف او انترفيرون بيتا 1B اللي هو بيتا سيرون او بيتا فيرون and جلاتيراميد جلاتيرامير استيت هذا عادة ما موجود عندنا واللي هو هذا سيف ان بريجنسي هذا يستخدموه اليهود هو اسرائيلي فما ما 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 مدخل عندنا زين ناتالزيماب هذا الخط الثاني فينغولامايد الخط الثاني مايتروزانترون طبعا اخطر واحد بيهم اللي هو المايتروزانترون فد فصايل افكت فد توكسيك افكت زين هذا زين الكلينيكال فاريانت اوف ام اس زين اشنو اللي يشبهها او الطبق يشبهها الكلينيكال فاريانت اوف ام اس اللي هو ايش نيورومايلايتيس اوبتيكا او ما يسمى ديفيك ديزيز ديفيك سيندروم از ان اجريسيف انفلاماتوري ديزيز ذس اوردر كونسيست مور تيبيكالي اوف اتاك اوف اكوت اوبتيك نيورايتيس اور مايلايتيس يمكن انتم اذا تقعدون بالبيت يجي يدق الباب عليكم هوسه بالليل انه وضع بنتنا فقدت بصرها فتشيك تشيك انت زين راح يطلع لك عندك اما اوبتيك نيورايتيس الون او ايش اسكيميك اوبتيك نيورابايتي زين هذا شلون نفرقه عن الام اس هنا يكون عادة bilateral optic neuritis يعني نفس العمر يجوز بس بينات أسبوع واحد تطفى عين وترجع تلحق تطفى الثانية and or unilateral بس الأغلبية يجينا bilateral زين myelitis can be severe زين myelitis يكون severe اوكي اند ترانسفيرس بالامس شلون شفنا بيريفرال قاعد بصفحه بس هنا بالنيورومايلايتيز يكون سنترال وعاده لونجيتيودينالي لو ترجعون تشوفون الامس وين هسه اوريكم هذا شوفونه ايش قد هاي نعد وحده اثنين ثلاث فقرات هاي سيجمنت شوفوا اقل من فقره ومكان صغير بيريفرال زين بينما النيورومايلايتيز يكون اكثر من فقره عادة ثلاث فقرات واحد اثنين ثلاثة إذا هو more than three segment زين من spinal cord وcentrally زين و more aggressive يعني مريض ينتهي بشلل وما ما يطيب أبد عرفته وكلش كلش كلش يعني مهم زين brain MRI was classically thought to be normal at the onset of neuromyelitis optica يعني تعمل له برين ام ار اي تشوف شافوا اغلبيتهم يكون نورمال على عكس الام اس راح يكون ايش 90% منهم تقريبا عنده اب نورمال تقريبا 40% of the patient have systemic autoimmune disorder هاي قلنا عليها like SLE جوجرين ماستينيا and هاشيموتو ثايرويدايتس highly specific auto antibody ايش زين بالامس شفنا انه عندنا بالسي اس اف اوليجو كلونال باند هنا زين هنا شو راح نشخص هنا راح نشخص بالاكوابورين سيرم اكوابورين يعني هو اكوابورين 4 هو فد ريسبتر موجود بالجسم زين ما يطلع الا ايش ما يطلع الا يصير عندي ديزيز زين فسيرم اكوابورين بينما هناك قلنا سي اس اف هنا سيرم Okay. Is it present in about 70% of a patient who have a clinical diagnosis of neuromyelitis optica. زين.
التريتمنت معنا هنا شلون؟ طبعا لازم يكون اجريسيف لان هذا ما مثل الام اس بناين كورس. زين التريتمنت وذ اميون سامبريسنت ساش از ستيرويد از ثايبريم سايكلوفوسفامايد وحتى مرات نصل بلازما اكسشينج مور افكتيف ان بيشنت وذ ام اس. كيس اللخ حتى شويه تكون يعني تصلكم الفكره. ما ظلنا شيء ان شاء الله نخلص. A 42 years old woman developed progressive bilateral lower extremity numbness and weakness over 5 days. Then, progressive bilateral lower extremities numbness and weakness over 5 days. Loss of inability to walk بعد ما يقدر يقف على حاله. أسبوع vomiting over the period and was found to have elevated anti-nuclear antibody during her evaluation for myalgia 3 years ago. يعني كل هذه موجودة. زائدا ايش عندي؟ elevated ANA. Examination show severe paraparesis مشلول كامل at level of the 9 اللي هو السنسري ليفل مانا ثوراسيك فيرتبري and painful left lower extremities spasm. زين سوي له MRI T2 weighted MRI of the spinal cord a lesion extended from شافه الليجن من T1 الى T5. زين and affected the central cord and the lesion show spasticity or patchy enhancement with gadolinium. معناتها هذا بعد فعال. There is increased T2 signal in the area يسموها posteremia and around the third ventricle. مريض من يجينا repeated vomiting اكو مكان بالميدلا أبلنجاتا. زين هذا الفوميتنج اوفر ذات بيريد انه زي سفير فوميتنج والهاي اكو مكان بالميدلا أبلنجاتا اللي هي يسموها اريا بوستريميا هاي مسؤوله عن الفوميتنج سنتر. فمن يصير عنده انفلاميشن راح المريض يجينا ريبيتد فوميتنج. فمن يشوفون مريض عنده ان اكسبلين ريبيتد فوميتنج وما عنده مشكله بالمعده لازم تشيك انت البرين وال خصوصا البرين ستيم حتى اكسكلود نيورومايلاتس اوبتيكا. زين another title اللي هو acute disseminated encephalomyelitis او ما يعرف بادم لكن سمعتم به اوكي سامعين به بالاطفال. This is an acute monophasic demyelinated condition in which there are area of a previous demyelination widely disseminated throughout the brain and the spinal cord. The illness may be apparently arise spontaneously but often occur over weeks or after viral infection, especially measles, chickenpox, and following vaccination suggest that it is immunologically mediated condition. واضح؟ اذا هو acute monophasic يعني مره واحده يصير ما مثل MS. multiple phasic يعني relapsing remitting B in which there is area of previous demyelination. راح يصير عندي demyelination قوي ومن يكون منتشر على البرين كله فنفكر بالآدم. زين clinical feature شو راح يجينا like meningitis headache, vomiting, pyrexia, confusion, meningism may be present and often with focal or multifocal brain and spinal cord sign. Seizure and coma همينا يصير. ليش؟ يعني عندي
عندي ليجن كبير راح يسوي لي هذولا. A minority of the patients who recover have further episode mainly in children. يعني وليش قلنا أكيد مونوفازيك؟ يعني مرة واحدة يصير عندك بالعمر كله. زين بس إذا تكرر عندنا لازم نفكر مثلا بالام اس، وعادة من يتكرر عندنا بالأطفال. زين investigation MRI show multiple sign multiple high signal area in pattern similar to that of MS. زين شلون يفرق عن MS؟ راح يكون الليجن أكبر confluent يعني ما بي حدود area of abnormality. زين CSF may be normal أو قد يشوف إيش ما قلنا هو post infection، قد يشوف leiocytosis and lymphocyte. يجولي لحد 200 سيل لتر. The clinical picture may be very similar to the first relapse of MS. زين المانجمنت معنا شلون؟ المانجمنت هنا لازم ايش؟ لازم ندي معاه high dose of intravenous methylprednisolone يعني هو autoimmune. Usually same regime as relapsing MS, remitting MS. is recommended. شوفوا هناك كان شلون الليجن، شوفوا هنا شلون صار الليجن مالتيبل وكبير ما يمشي على قانون معين. زين فهذا الليجن مال هذا. زين نجي على الكيس معنا 30 years old women with no incident illness ما بيك شيء and vaccination presented with headache migratory numbness نوعيته. 4 days later she report nausea and was confused asking يعني انت ما نشوف اكو confusion بالMS ما يصير عندي confusion. اختين بس اخمتها هاي خون سلام خوش هاي. زين she developed gait and steadiness followed within a week by arm. اذا صار عندي انا ايدي ورجله يعني كان اول شيء بالبرين كونفيوجن بعدين صار عندي ايد ورجل. زين فنتوقع انه كان صار بالسباينال كورد. اكزامينيشن شي واز سيميلر يعني كونفيوز بات اوبن هير اي افتر فيجرس ستيميوليشن يعني نايمه بس تقدر تفتح عيونها بالستيميوليشن. زين شي هاد باي لاترال بابلوديما حسوي لي هاي الليجن سوي لي بابلوديما بالام اس ما يسوي عرفنا. Moderate upper extremities palsy راح نشوف ايد upper extremities palsy راح نشوف ايد اليمين او اليسار قلنا ثانية جهة. ما كان ذكرت هي كان ايديها ورجليها ما كان ذكرت. زين bilateral plantar up spasticity where present معناته اكو في spinal cord lesion. زين عليكم السلام. سريع محاضرة بس. MRI scan of the brain show extensive white matter lesion. CSF analysis revealed 30 white blood cell primary monocular elevated protein حاله حال الايش حاله viral encephalitis negative band oligoclonal band ولا IgG index. زين فهذا من ما طول هذول negative وهاي يمشي مع ال CSF مثل ال viral encephalitis. زين فهذا نتوقع واحدة. زين هنا تتمتى شلون هنا نبدي high dose steroid. اوكي In spite of high dose of corticosteroids, she continued to deteriorate and develop multiple new lesions بالسيربرال. هنا نحتاج إيش راح نحولها؟ راح نحولها على إيش؟ على plasma exchange. Okay. هاي كيس. شوفوا هنا الليجن معنا شلون؟ شوفوا وين يضرب لي؟ كلها. زين. آخر تايتل اللي هو transverse myelitis. يمكن ماخذينه انتم دكتور وسيم انطاكمه بس احنا نطيب الديمايلينيشن.
The term transverse myelitis describes a collection of acute إلى subacute infection أو non-infectious inflammatory spinal cord lesion. يعني أي اعتلال بالspinal cord نسميه transverse myelitis. قد يكون سببه infection، قد يكون سببه non-infection، قد يكون سببه trauma، قد يكون سببه زين. فالترانز most patients present to combination. نحن من نعرف نحن spinal cord عندنا disease. من يصير عندي combination بالسنسري موتور بلادر هذول الثلاثي زين suggest myelopathy معناتها طافي عندي spinal cord زين. Transverse myelitis is classified clinically based on whether it's complete or incomplete. يعني كل قطع كورد التهب إلى نصه. A complete lesion which manifested as a relatively symmetric moderate or severely loss of motor sensory modality. عادة caudal يعني ذيلي يعني بعيدا عن ال level of the lesion. يعني أنت مثلا صار عنده بال D4 أنت جواته يعني at the level of the nipple وأنت نازل أوكي. على عكس ال partial اللي هو myelite ذاك ال complete يمشي مع ال infection ويمشي مع منه idiopathic transverse myelitis أو يمشي مع منه مع neuromyelitis optica. بينما in contrast the partial اللي هو myelitis syndrome that's to say incomplete or patchy involvement of at least one segment of the spinal cord مثل ما حكينا قبل شوية زين. هذا يمشي مع ال MS أكثر ما يمشي مع ال إيش neuromyelitis optica. Neuroimaging characteristically are clinical يعني نحن لازم عندي are critical for the diagnosis. أي واحد يجي عنده spinal cord lesion قوله قبل تروح تسوي رنين. ليش؟ حتى exclude compressive lesion حتى رأسا عملية. يعني أنت من عندك compressive lesion لازم تعمل له عملية خلال ساعة. أوكي؟ زين. Up to half of myelitis نص المرضى اللي عندهم myelitis event are preceded or accompanied by by an indefinable viral illness, مالجي viral illness. A clinical prodrome suggests of an infection, يعني مالجي السبب. زين او نعمل لهم CSF راح نشوف CSF cellular pleocytosis polymorpho at the onset. Oligoclonal band are absent. يعني تقريبا يمشي مع نفس الادم. The treatment is with high dose intravenous methylprednisolone. The outcome is variable. One third have stastic deficit. والله كثير نشوفهم نحن ثابت ما يفيد بهم لا علاج ولا شيء. وثيرد واحد من الثيرد one third راح يصير MS واحد من الثلاث يصير كامل زين. زين من يجيني transverse myelitis لازم نعمل له evaluation. الإيفالويشن اللي كثير مرات نجيبه نحن بالأسي ونكتبه هذا بالإم سي كيو. إم آر آي لازم نعمل with or and without contrast حتى exclude compressive lesion. الكومبرسيف lesion نحن نحتاجه لويش؟ حتى رأسا نعمله عملية. لازم أنا خلال 24 ساعة أعمل عملية. سي إس إف إذا ما عندي كومبرسيف وما عندي هيماتوما أو فد شيء لازم أعمل سي إس إف next step. نبعثه على كل هاي الفحوصات بها مع الـ HIV مع الـ فاريزيلا زوستر مع البكتيريا كل المفروض نعمل هاي السكرين. Blood study for infection اللي هم HIV RPR IgG. هسه blood study هم ندور على infection والـ autoimmune disease. اوكي demyelinated disease لازم نعمل له brain imaging. اذا هاي كلها negative لازم نعمل brain imaging نعمل له evoked potential او نسحب